الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. سجلت أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي ارتفاعا في البورصة الرئيسة في بغداد ومحل الصيرفة، وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147,600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، بعد أن سجلت صباح أمس 148,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار. وهبطت أسعار البيع في محل الصيرفة في بغداد إلى 148,000 دينار عراقي، وأسعار الشراء إلى 147,000 دينار عراقي لكل 100 دولار. قال سكان مدينة الكوت إن إجراءات وزارة التجارة في العراق وتوزيعها السلة الغذائية على عدد من المناطق لن تخفض الأسعار أو تخفض الضغوط الاقتصادية على المواطنين. وأكد هؤلاء السكان استمرار ارتفاع أسعار المواد بشكل عام في المحافظة، كما أن ارتفاع الأسعار يشمل بدلات الإيجارات وأسعار الاشتراك في وسائل الاتصال الهاتفية وشبكات الإنترنت، إضافة إلى المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل طردي مع انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار. هدد مصرف الرافدين بتفعيل قانون استحصال الأموال وفرض الغرامات التأخيرية المفروضة على المتلكئين عن تسديد الأقساط الشهرية المتأخرة. وقال المصرف إن هناك بعض المقترضين متلكئون في تسديد ما بذمتهم من أقساط الدفعات الشهرية المترتبة على القروض المصرفية، مشيرا إلى أن التخلف عن تسديد الأموال سيراكم الديون ويعرض المواطنين إلى تبعات قانونية وخيمة. قالت مصادر في محافظة ذي قار إن المحافظة تتعرض لخسائر يومية تقدر ب4 ملايين دولار أمريكي بسبب عدم تشغيل حقلي صبة وأبو عمود النفطيين. وأضافت المصادر أن أسباب عدم تشغيل هذين الحقلين النفطيين ما زالت مجهولة حتى الآن. وحذرت المصادر من أن التعيينات الحكومية الجديدة البالغة أكثر من 1800 درجة وظيفية سترهق ميزانية شركة نفط ذي قار وتكبدها خسائر مالية كبيرة. تراجعت أسعار النفط العالمية مع مخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود عقب انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا والفيضانات في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيلول المقبل 53 سنتا لتصل إلى 72.91 دولارا للبرميل، بينما سجل خام تكساس الوسيط الأمريكي 71.53 دولارا للبرميل منخفضا بنسبة 54 سنتا. ارتفعت قيمة عملة البيتكوين الرقمية إلى مستوى 38,000 دولار بعد تداولها عند مستوى 39,800 دولار، وتقترب عملة البيتكوين بذلك من مستوى 40,000 دولار، وبذلك تكون العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، وصعدت لهذا المستوى للمرة الأولى منذ منتصف شهر حزيران الماضي. ختام الموجز، إلى اللقاء.